النهارده في فيديو البورد العربي، وده نتيجه الفوت اللي نزل على النت الاسبوع اللي فات، واللي الناس طلبوا فيه ان انا اتكلم على البورد العربي. فتعال احكي لك. اول حاجه، هو البورد العربي هو عباره عن برنامج تدريبي هيديك شهاده محترمه تقدر تترقى بيها استشاري في دول عربيه كتير زي الامارات وقطر وعمان، وده بعد ما تاخد شهاده البورد وتشتغل 5 سنين. ولكن في دول زي الكويت والسعوديه مش بيعترفوا بيها كاستشاري، فيربي يرجعوها لتصنيفها بسرعه لانها مش اقل من الزماله المصريه في حاجه. ودلوقتي هنتكلم عن طرق الالتحاق بالبورد العربي، وهما طريقين. اول طريق هو انك تكون بتحضر الزماله المصريه، وساعتها بتقدم على حاجه اسمها التسجيل المزدوج، بس المهم تتاكد ان المكان اللي انت شغال فيه ده يبقى معتمد من البورد العربي، وده الطريق اللي معظم الناس بتمشي بيه. اما الطريق الثاني، مش بشترط ان انت تكون على قوه الزماله، ولكن تقدر تعمله بشهاده البكالوريوس بس، وساعتها بتعمل تسجيل مباشر في المكان اللي هتاخد فيه البورد، والاماكن هتلاقيها موجوده على حسب التخصص، وهتلاقيها على موقع البورد العربي، وهسيب لك اللينك بتاعه تحت في الكومنتات. ودلوقتي هنتكلم على تكاليف البورد العربي، وفلوسه مش قليله، حوالي 30,000 جنيه في السنه، وكل تخصص ليه سعره. ودلوقتي هعرض قدامكم اسعار التخصصات، وهعمل بوست ثانيتين عشان تقدر تعمل زوم ان وتشوف اسعار التخصصات براحتك. ومده التدريب بتبقى من 4 ل6 سنين، وده طبعا على حسب التخصص، ولكن ممكن تشال سنتين اللي معاهم ماستر، وده عن طريق انك تقدم طلب اعفاء للاسم بتاعك. وطبعا تفاصيل الحضور واللوك بوك بيختلف على حسب كل قسم. وطبعا اللي عايز تفاصيل اكتر واكتر اكتب لي في التعليقات، وما تنسوش ان انا عامل فوت على انستا اختاروا فيه نتكلم عن ايه الاسبوع الجاي. واستني فيديو جديد. انا الدكتور يوسف، والسلام عليكم.